اقتصار أتعاب الاحتجاج ضد الفقر، وكذلك الاحتجاج ضد التعنف. الحكومة كذلك تملص الحكومة من مسؤوليتها، وكذلك كادم الحكومة على الشعب قبل رمضان، لأن الأسعار ستتراجع خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية. لكن الواقع هو أن من بعد مرور أسبوع بالضبط أنه الأسعار شعرت إلى مستواها أعلى من المستوى اللي كانت فيه، كذلك خاصة المواد الغذائية الأساسية. كذلك أن الحكومة أمام خروج عدد كبير من المدن المغربية إلى الاحتجاج قبل رمضان، أنها خرجت بتصريح أن الأسعار ستتراجع، وأن خاصة أسعار المواد الغذائية. ولكن للأسف أننا نتفاجأ منذ بداية شهر رمضان وأسعار جميع المواد الأساسية ترتفع يوما عن يوم، سواء الخضر، الفواكه، اللحوم، معنا جميع المواد الأساسية بما في ذلك الزيت، السكر، الدقيق، كل شيء المواد زادت. وهنا احنا يا فات الجبهة الاجتماعية المغربية وطنيا أنها تخرج في هذا اليوم في جميع مناطق المغرب أو المدن المغربية للاحتجاج على الزيادات الصرفية في الأسعار، كذلك لتطالب بالتراجع عن الأسعار، وتطالب كذلك بالزيادة في الأجور، كذلك تطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية للفقراء ولأبناء الشعب وبنات الشعب، باعتبار أن هذه الأوضاع وصلت إلى مداها، ولحد الآن هذه الحكومة أصبحت عاجزة على حل مشكل الغلاء ومشكل ارتفاع الأسعار. كذلك أن الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو إلى الوحدة، تدعو جميع الإطارات المنطوية تحت لواء الجبهة الاجتماعية المغربية إلى التكتل وإلى الوحدة وإلى المزيد من الوحدة.